بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. هذه السلسلة ديال روتيني يوم السبت كل شهرين أو 3 شهور حسب الموجود والظروف. حبيباتي، هنا غنبدل لكم فيديو الحريرة، راه فايت حطرنا الحريرة، وراه غنحط لكم الرابط في صندوق الوصف إن شاء الله. هو رابط التوابل هنا حبيباتي، ورابط الطماطم المعلبة في الدار. حبيباتي، هنايا هاد الكمية اللي غندير في هاد الحريرة هادي، كندير زلافه ديال الحمص، زلافه ديال العدس، زلاف نص زلافه ديال العدس، زلافه ديال الفول، زلافه ديال الربيع مقطع ما بين المعدنوس والكرافس، مطيشه اللي معلبه في الدار كندير منها تقريبا شي 4 سلايف، وشويه ديال اللحم القياس حسب الكميه اللي انا يعني كل واحد وسميتو، كندير واحد شويه ديال اللحم، ومطيشه هذه الكونسونطري كندير منها تقريبا جوج كوب، يعني جوج بلوكات، راه كاينه في الفيديو بالتفصيل غنديرو في صندوق الوصف. والتوابل ديالي حبيباتي، هاد الكوكوت عندي كبيره، وهاد الطنجره كبيره، ما غاديش ندير الكميه ديال الحريره ديال الماء اللي غادي يكفي، غندير غير اللي غادي يطيبها باش ما نكترش عليا العلب في المجمد، ولهذا غتكون بحال شبه كونسونطري، يعني باقي فاش غنخرج العلبه غنزيد ليها الماء. هنا كل علبه غتعطيني تقريبا 4 حتى 6 ديال الزليف ديال الحريره فاش غادي نخرجها ان شاء الله. الحريره هذه كنطيبوها، ما كنخلوهاش طيب يعني حتى تهرب كامله، وكنفرق نخليها حتى تبرد، وكنفرقها في العلب، كنكتب عليهم، كندخلهم للمجمد فاش كنبغيها، كنخرجها كنديرها على النار، كنشوف هيك ما خاصها التوابل ومطيشه، كنزيدهم لها الا كانوا خاصينها، وشويه ديال الزيت، وكندورها ديك الساعه بالطحين، وكتولي حريره بحال الله موجوده. هذه تصلح للموظفات، تصلح ربات البيوت اللي بغاو عندهم، بغاو حتى هما يهتموا بانفسهم، بغاو يقعدوا مع وليداتهم، يقعدوا مع الاسر ديالهم. دائما غادي نبقاو حنا واقفين في الكوزينه، او السيده واقفه في المطبخ، لانه عندها شي حاجه غتساعدها. حبيبتي، فاش درت هاد الحريره طابت، كنشد هنا العلب ديال البلاستيك، كيصلحوا للكونجيلاتور يعني، وكيصلحوا لتخزين الطعام. كنخلي هاد الحريره ديالي حتى تبرد، كنفرقها في هذوك العلب، كندخلها نكتب عليهم طبعا، وندخلها للمجمد فاش كنبغيها، كنخرجها، نخرج العلبه اللي انا بغيت، نخليها واحد شويه حتى يعني تولي تفترق من العلبه ديالها، كنديرها في الكوكوت ديالي او في الكاسرونه او في الشيء اللي انا نطيبها فيه، لان هنا ما تحتاجش كوكوت الضغط، طنجره الضغط لان طابت. كندو نخليها حتى تفيض، نذوقها، نشوف هيك ما خاصهاش شي ملح، هيك ما خاصها التوابل، ما خاصها شويه الزيت، مطيشه. كندورها بالطحين وندير لها الشعريه اللي بغيت ندير عليها. المهم حبيباتي، هذه هي الحريره ديالنا، كتكون واجده في 3 ديال او 5 ديال الدقائق بالكثير. حبيباتي، غير هو الحريره دائما ما عمركم تجمدوها وهي فيها الطحين، كتقطع وما غاديش ملي تخرجيها ما غاديش تصلح، يعني تقدري تحتفظي بها في الثلاجه يومين 3 ايام، ولكن المجمد وهي فيها الطحين لا، ديريها بدون طحين، وكتكون تسهل عليك في رمضان، في الايام بغيتي الحريره بالليل، بغيتي. حبيبتي، الحريره بعد ما تجمدت كتشوفوا فيها، خديتها يومين بعد ما صوبتها في الكونجيلاتور باش نوري لكم يعني المراحل كلها. كنشدو حبيبتي الصحن ولا شي طنجره، كنحط فيها الحريره ديالي بحال هكا. هذا اذا كنت غادي نديرها دابا يعني من بعد شويه، اما الا كنت غادي نديرها نخرجها بالليل ونخليها حتى للصباح كنديرها في الثلاجه. دابا انا غادي هاد الحريره ديالي غادي نديرها واحد شويه ان شاء الله، غادي نخليها غير هنايا وغادي نرجع فاش تنطلق. حبيبتي، قلت واش كنصور، قلت راسي ما كنصورش، درت الحريره ديالي هنا، هي درتها هنا، هي درت ليها واحد شويه مطيشه، درت شويه الملح، غندير الماء، غادي نشعل تحت دابا هاد الحريره فاش غادي تذوب ديك المطيشه وتسخن، غادي ندورها بالطحين. حبيبتي، الحريره ديالي كتشوفوها طلقت وفاضت، غنزيد ليها ندير لها الطحين، انا ما كنبغيش الحريره تكون خاضره. بحال هكا كنبغي حيت تكون خفيفه بحال هكا، ها هي غادي نخليها طيب دابا، غادي نوري لكم واحد شويه. حتى هي الحريره ديالي غنديرها بيضه، فرست بيضه، ها هي غنديرها الحريره ديالي،
حبيبتي هذه الحلية ديالك مكتوبة، ها هي رائعة، مبغيهاش تقيلة، كمها خفيفة، كي بغيها تقيلة كيزيد شوية ديال الطحين، وهاي مقدمها مع التمر بالصحة والعافية. هذه الحلية المجمدة، نتمنى تعجبكم حبيباتي وتسهل عليكم الشغل، خاصة الموظفات واللي عندها تربية صغيرة وعندها الشغل برا وهكا باش تقضي عرضها كتجي تلقى الحاجة واجدة. وني بكم راني نحبكم كاملين.